تمام 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 تسلم تسلم. تعال لقلك تعال تعال وخلينا نقعد نحكي رجال لرجال. في شي عمي؟ لا لا ما في شي. اولا شكرا لك على كل شي عملته. لا عمي انت ما في داعي تشكرني ابدا. لا 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 شوفي على قد ما انا كنت اب لك انت بالمقابل كنت ابن لالي. لا عمي اللي انت عملت لي اياه كان انسى. هلا انسى انسى. اسمع انا عصبت عليك وسبيت عليك من كل قلبي وسبيت عليك كثير بس كل هذا الشيء انتهى هلا. وانا فهمت بالنهايه انه العيله ما كانت مناسبه لك. بدي اقول لك شغلي انا مو مطول كثير لحتى إليف واردا ما يتضايقوا. الحقيقه النوبه القلبيه خوفتني. عمي هي خلصت وانتهت وصارت بالماضي. انت هلا بخير ومنيح وان شاء الله رح تتحسن اكثر، كون متاكد. ان شاء الله. بس هيك الحياه، اذا اجى الوقت تقدير رب العالمين. ان شاء الله. بس لا تقول هيك عمي، انت منيح ماشي. تعرف شغله، انا كنت خاف من الموت. وليش كنت خاف؟ لانه اولادي كانوا صغار، وكنت خاف مين بده يدير باله عليهم من بعدي اذا صار لي شيء. بس هلا انا ماني خايف. وليش حتى خاف؟ لانه انت هلا معهم واقف بظهرهم مثل الجبل، لهيك انا مرتاح. عمي بترجاك وعدني يا ابني انه اذا بيصير علي اي شيء ما رح تتركهم لوحدهم. عمي بترجاك انت عم تزعلني وتخوفني كتير بحكيك هذا. لا تقول هيك ماشي، انت منيح ورح تضل معنا على طول. لا تحكي هيك، انا ما فيني اتحمل هذا الكلام. وعدني، بدي منك توعدني انك رح تدير بالك على إليف واردا كتير مليح. وعدني يا ابني. يلا خلينا نمشي من هون. بابا نحن شو رح نقول له؟ انتو ما رح تكفوا بهاللعبة ما هيك؟ لأنه حاجة بكفي وأنا رايحة هلأ خبره كل شيء. سبيل العمي برهان عرف كل شيء اليوم. شو؟ هو كيف عرف بالموضوع؟ شوفي ابني ليش؟ ما عم تحكي شيء؟ مانك قدران توعدني؟ عمي أنا لازم أقول لك شيء مهم كتير. إيه اللي عم اسمع؟ شبك احكي لا تخوفني. لا عمي أنا يلي خايف، قصدي خايف إنك ما رح تتحمل يلي رح أقول لك يا هلأ. ليك إذا أنت ما رح تحكي هلأ شوفي أنا عن جد ما عاد رح أقدر أتحمل. طيب عمي الحقيقة أنا وإليف مالنا مع بعض. نحن ما قدرنا نخبرك لأنك كنت طالع من العملية وحكينا مع الدكتور والدكتور قلنا ما نخليك تتوتر أو تتضايق، لهيك نحن خبينا عنك. عن جد عمي أنا ما قدرت خبرك إنه أنا وإليف مالنا مع بعض. وأنتو قررتوا إنكم تضحكوا علي مو هيك؟ لا مستحيل عمي، شو عم تحكي أنت؟ مشان الله لا تقول هذا الحكي. طلع منه شي، طلع اطلع لبرا. يلا انا ما عندي ابن مثلك. ليك عمي بترجاك روح. ليك عمي بترجاك فهمني، انا ما حبيت خبي عنك لانه لو خبرتك بوقتها وصار معك جلطه مين رح يدفع الثمن؟ اطلع اطلع اطلع. عمي سامحني انا كنت بتمنى لو ما صار هيك. الشيء اللي لازم اقول لك اياه كمان عمي انه انا ما طلقت سبيل وانا بحبها كثير كمان. هذا الشيء انا كان لازم اقول لك اياه من زمان يا عمي. انا ما كان بدي زعلك صدقني، بس قلبي اختارها لهي البنت.
هو صار بيعرف بكل شيء هلا، وهيك بتنتهي هي اللعبة. سيبيل